من هو محمد بن عبد الوهاب؟ وما هي دعوته؟ وما ردة الفعل لدعوة الشيخ؟ كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوهابية على من تطلق وماذا يقصد بها؟ قصة تبين المفهوم الخاطئ للناس. حقيقة المذهب الوهابي. يقول الدكتور جعفر شيخ إدريس في مقولة له بعنوان المفهوم الغربي للوهابية: الوهابي باختصار هو كل مسلم يحاول الالتزام بتعاليم دينه حتى لو كان يعيش في البلاد الغربية. ويبدو أن الذي اقترح على السياسيين هذه التسمية لكل مسلم ملتزم بدينه بعض المختصين في الدراسات الإسلامية، وربما كان اقتراحهم لها لأسباب سياسية. ربما يكون قد قال لهم: إنكم ستستفزون مشاعر المسلمين إذا صرحتم لهم بأنكم لا تريدونهم أن يلتزموا بكتاب ربهم ولا بسنة نبيهم ولا أن يأخذوا شيئا من دينهم بقوة، فامكروا عليهم بالحديث عن الوهابية بدلا من الحديث عن الإسلام أو الكتاب والسنة، لأن في العالم الإسلامي أناسا كثرا لهم مشكلة مع الوهابية، ولأنهم قد أثاروا حولها تهما وألصقوا بها تعاليم نحن نعلم أنه لا علاقة لكثير منها بها. And as far as somebody saying they're Wahhabi, that's haram to even say that. You know why? Who knows it's wrong to say that? Why? Why? That's the name of Allah. Al-Wahhab. Is it? Is that the name of Allah? Do you not remember I was just talking about in another section, don't make fun of Allah's names? And you're calling somebody a Wahhabi? You can't say it about yourself and you cannot say it about somebody else. Because it's Allah's name. Don't play with it. محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رجل أخرجه الله لهذه البلد ولهذه الأمة في وقت كان الشرك يعوج وكان الظلام يعوج وكانت القبور وعبادة القبور والأضرحة والبعد عن الدين. فالله سبحانه وتعالى قيض هذا الرجل فأخذ يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى الكتاب ويدعو إلى السنة ونبذ الخرافات وترك الشركيات. كان محبا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان محبا لآل البيت الأطهار. يعني الإمام محمد بن عبد الوهاب عنده بنت وحيدة فقط وسماها فاطمة، وأيضا فاطمة هذه بالمناسبة كانت موحدة، حتى إنها ركبت مرة على دابتها ومعها عبد مملوك كان يسوق هذه الدابة، فمروا على قوم يعكفون عند شجرة يتقربون إليها ويعبدونها من دون الله. فقال أولئك الذين يتقربون عند الشجرة قالوا لها وللخادم، قالوا لن تمروا حتى تقربوا شيئا لهذه الشجرة، يعني حتى تذبحوا شيئا أو تفعلوا شيئا تقربا إليها وعبادة لها. فقال الخادم الموحد، قال والله ما نقرب لها إلا التراب. فقالت له حتى التراب لا نقربه له، لا نقربه تعظيما لها، لا ندفعه إليها تعظيما لها. انظر للتوحيد، وهي فاطمة بنت محمد بن عبد الوهاب، أولاده الحسن والحسين وعلي، فكان محبا لآل البيت، لم يكن عدوا لهم. محمد بن عبد الوهاب رجل من العلماء دعا إلى التوحيد، دعا إلى التمسك بالكتاب والسنة، البعد عن التقاليد التي تخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة لو نظرت لوجدت أن جميع مؤلفات هذا الإمام المبارك هي تتعلق بالتوحيد والخلوص من الشرك، وكلها عبارة عن آيات وأحاديث فحسب، ليس فيها كلام من عنده، بل إنها معتمدة تماما على الكتاب والسنة. لم يدعو إلى مذهب خاص به حتى يقال مذهب وهابي، ولا أعلم أنا أحدا رأيته قال أنا وهابي المذهب أو وهابي الطريقة أو شيء من هذا الأمر، ما سمعت بهذا أبدا. فالنسبة إليه يعني غير صحيحة، لأنه ما جاء بشيء جديد أصلا، هو في الفقه على مذهب أحمد، هو حنبلي
بالفقه وفي العقيدة على مذهب السلف، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما كان عليه يعني أئمة هذا الدين. فليس هناك يعني مذهب جديد جاء به ولا أفكار جديدة جاء بها ولا شيء جديد جاء به، وإنما هو مجدد. هذا الأمر لم يعجب عباد القبور، لم يعجب أصحاب عبادة الفكر الواقعي الذين ألفوا ما كان عليه آباءهم وأجدادهم. ولذلك كون محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان معه سلطة تعينه محمد بن سعود رحمة الله الجميع، لم يستطيعوا إلا أن يواجهوا بالتشويه الإعلامي، فنشأت قضية ما يسمى بالوهابية. هؤلاء وهابية became so angry that instead of dealing with the fact, he brought the proof. But they didn't like it, so they insulted him and they wrote books against him. فمن قال اليوم للناس لا ترفعوا المساجد على الأضرحة قالوا لا أنت وهابي. طيب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور، وقال عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحضر ما صنعوا. فلما يأتي إنسان ويقول أنت وهابي لأنك تقول لا يجوز بناء المساجد على القبور، نقول إذن بماذا تصف سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لما يأتي واحد ويتمسح بالقبور ثم يدلك بها جسدا ويقول له يا أخي حرام، هذا لا يجوز، ثم يقول لنا إذن أنت وهابي، إذا كيف تصف الصحابة الكرام الذين كانوا ينهون عن ذلك، ينهون عنها أن يقع عند قبر سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بغيره؟ And they can't argue with that, so they just said a label, Wahhabi. وقيل عن محمد بن عبد الوهاب وطهر الجزيرة العربية من كل مظاهر الوثنية والشرك وتعلق العباد بغير الله تعالى وقطع كل صور الكهانة والدجل حول الأضرحة وقبور الأولياء وما يتبعها من الخرافات التي شوهت صورة الإسلام، فحمى بذلك أصل الدين وينبوع الرسالة المحمدية، وقد أشيع عنه بسبب هذه الحملة الصارمة لحماية جناب التوحيد أنه يطعن في الرسول والأولياء ويكفر المسلمين ويستبيح دماءهم، ولم يكن ذلك سوى افتراءات وأكاذيب، وقد رد عليها في حياته وفي مؤلفاته. الذين عندهم صورة غير واضحة عن دعوة محمد بن عبد الوهاب، لا تؤجر عقولكم الآخرين يا أخي، لا تؤجر عقلك لي، أنا أقول اجعل عقلك تابع لكتاب الله وسنة رسول الله. إن كان على حق محمد بن عبد الوهاب أخذنا بكلامه، إن كان على باطل لا معلش، نحن لا نرضى بيننا وبين الله واسطة إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. And he wrote a book called Kitab al-Iman. The book, if you read it and take the cover off and you don't know who wrote it, you say this is a great book. It's very good about the belief in Allah is one and the teachings that come with it. It's kind of like a workbook. It just has a few verses or something and then tells you to go look up the rest of it. ومن نظر في كتب هذا الإمام المبارك لم يجد أبدا أنه كان يدعو إلى شيء من البدعة أو شيء من الضلال أو ما شابه ذلك، بل كلها معتمدة على ما جاء في كتابه والسنة. He quoted the book of Allah. يقول ما كان من كلامي موافق لكتاب الله فخذوه، وما كان مخالفا لكتاب الله اضربوا عرض الحائط. لفظة الوهابية لفظة يقصد بها في كثير من الأحيان حرب من يدعون إلى التوحيد، حرب من يدعون إلى ترك الشرك، حرب من يدعون إلى عدم رفع الأشخاص فوق منزلتهم، وهي تظهر أكثر ما تظهر من بعض الفرق المعادية للسنة. يريد أن ينقض مثلا على الوضع السياسي بمهاجمة الوهابية، أو يريد أن يهاجم المؤسسة الدينية كما يسمونها من خلال مهاجمة الوهابية، أو يريد التخلص أصلا من الدين وقضاياه بمثل هذه الدعوة، أو حتى عنده ضغينة على الاتجاه السلفي بكامله فيحاول أيضا أن يجعل المشجب الذي يتعلق به
الكلام عن الوهابية وثلبها والبحث عن نقائص والبحث عن عيوب والكلام عنها. ولذلك من القصص الجميلة قرأتها أن رجل ذهب للهند فدخل أحد حلقات العلماء يقول أول ما بدأ يلعن محمد بن عبد الوهاب، بعد ما انتهى اللعن بدأ في الدرس، وإذا بالدرس درس مؤصل، درس سليم، درس موافق لكتاب الله وسنة رسول الله. يقول فعرفت أن الرجل قد يعني خبب عليه أو لم يصله أو تصله الصورة واضحة. يقول فأخذت كتاب التوحيد وشلت الغلاف ثم أعطيت هذا العالم هذا الكتاب، قلت أبغى رأيك في هذا الكتاب. قال فقرأت هذا الكتاب فأعجبني ما فيه وتعلقت به تعلقا كبيرا، فقلت له هذا الكلام هو الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو محض الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعلم لمن هذا الكتاب؟ قال لا أعلم. قال هذا هو كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب الذي تدعو عليه وتلعنه في كل درس لك. أهذا كذا؟ يقول فأصبح الرجل لا يبدأ درسه إلا أن يدعو له، أن يستغفر له، أن يترحم عليه. ولا يجوز أن نتنقص أحدا بنبزه بمثل هذه الألفاظ، بل إننا محمديون نتبع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، إننا ربانيون نتبع كما قال الله تعالى ولكن كونوا ربانيين نتبع ما شرعه ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يهدي الجميع إلى الخير وأن يدلنا وإياكم جميعا إلى كل خير، صلى الله عليه وسلم.